هي اللعبة اللي حصدت على عدد جوائز خيالية، وهي اللي أسرت وأحزنت قلوب جميع اللاعبين، مما جعلها أيقونة في عالم الألعاب الإلكترونية. ولكن يبقى السؤال، هو هل يستحق هذا الريميك التجربة ودفع مبلغ $70؟ من خلال هذه المراجعة التقنية راح نجاوب على جميع تساؤلاتكم ونوضح أبرز الفوارق لنسخة الريميك من لعبة The Last of Us Part 1 اللي راح تصدر في تاريخ 2 سبتمبر من العام الحالي. السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله فيديو جديد ومراجعة جديدة. ولكن هذه المراجعة راح تكون تقنية بشكل أكثر من المراجعة التقليدية، وأكيد راح نتكلم على لعبة The Last of Us الغنية عن التعريف الريميك اللي راح يصدر في تاريخ 2 سبتمبر من العام الحالي حصريا لجهاز البلاي ستيشن 5. منو فينا ما يعرف لعبة The Last of Us اللي صدرت أول مرة في عام 2013 حصريا لأجهزة البلاي ستيشن 3، وصدرت بعدها بسنة النسخة المحسنة على جهاز البلاي ستيشن 4 في عام 2014. أدري أغلب التساؤلات، هل هذا الريميك يسوى أو ما يسوى أن ندفع عليه هذا المبلغ؟ راح أتكلم حاليا على طول وندخل معاكم في الأداء التقني للعبة. بفضل خصائص جهاز البلاي ستيشن 5 وأبرزها هي الـ SSD ويدة التحكم الخاصة اللي هي الدول سنس، راح تلاحظون أبرز ميزة في هذا الريميك هي سرعة شاشة التحميل الخاصة باللعبة، فهي سريعة جدا بشكل ملحوظ مقارنة بالنسخة المحسنة اللي آخر واحدة اصدرت. تم تطوير هذا الريميك في أحدث محرك مطور من قبل استوديو نوتي دوغ الشهير، وأبرز شيء راح تلاحظونه هو الفرق الشاسع في أشكال الشخصيات وملامحها، فكمية الواقعية في التعابير مقاربة للحقيقة. بتكلم شوية زيادة على هذا الموضوع. الأغلب جرب النسخة المحسنة من لعبة The Last of Us، شلون زادت الواقعية أو شنو أقصد أنا بالواقعية؟ نفس ما طلعوا المطورين وقالوا أن هذا الريميك للجزء الأول كان من المفترض أن المنتج النهائي للجزء الأول اللي نزل في عام 2013 يكون بهذه النتيجة، لكن كلنا ندري القيود الإلكترونية اللي كانت موجودة أو القيود التقنية ما أمكنتهم أن هما ينتجون اللعبة بهذا الشكل. أبرز الشغلات اللي راح تلاحظونها بالشخصيات، منها جول وألي، أيضا الشخصيات الثانوية، تعابير الوجه وتفاصيل دقة الوجه، يعني لما يكون حزين راح تعرف انه هو حزين من تعابير وجهه وحتى ملامح وجهه وحركة العين، وايضا الشخصيات الثانوية. فخذوا الوجه طبقوا هذه التفاصيل بحذافيرها جدا في هذا الريميك، حتى اشكال الاعداء والكليكرز واللي هم الرنرز او سموهم اللي تمون تسمونه تغيروا بشكل كبير. حق اللي قاعد يتساءل هل الذكاء الاصطناعي باللعبة تغير؟ نعم تغير، ولكن أيضا مو بشكل ملحوظ. فإذا أنت كنت لاعب الجزء اللي قبل أو النسخة المحسنة ما راح يكون في فرق شاسع بالنسبة لك، لكن فقط دقة هذه التفاصيل في الأعداء وفي الشخصيات الثانوية. بالضبط خذوا اللي سووه بالجزء الثاني من ناحية الرسومات والتعابير والقتال طبقوه على الجزء الأول. الانتقال من المشاهد السينمائية إلى نمط اللعبة بشكل مباشر وسلس أيضا، وحركة اللاعبين اللي زادت فيها الواقعية، يعني لما أنت تمشي وتركض باللاعب وتلف يمين ويسار راح تحس في فرق عن النسخة المحسنة، فزادت فيها الواقعية. طبعا الإضاءة في اللعبة كانت جدا ممتازة وملحوظة في أول مشهد في اللعبة لنهايتها، راح تلاحظون الفرق في الانعكاسات في جميع الأماكن باللعبة، فهي زادت من جمالية المناظر داخل اللعبة. وأيضا المناظر أو الأماكن المظلمة لما تشغلون الليت راح تشوفون الانعكاسات على الجوانب وحتى أيضا على الشعر، فكانت جدا ممتازة. ومن الشغلات أيضا اللي لاحظتها في هذا الريميك هي زيادة كمية الأشجار والزرع في بعض الأماكن، في أماكن معينة لما تروحون لها راح تقارنون بينها راح تلقون أن ضايفين كمية زرع أكثر، أو أن الدمار يكون بشكل مختلف بحيث أن التفاصيل تبين معاكم أكثر، وهذا كله بفضل المحرك المطور الخاص باستديو نوتي دوغ. إذا نبي نقارن عن النسخة المحسنة ونسخة الريميك، فنعم راح تلاحظون تطور جدا ملحوظ في أشكال الشخصيات وحتى العالم بشكل جدا كبير.
بالنسبة لطريقة اللعب في نسخة الريميك تم التعديل على طريقة القتال بحيث أن صارت زوايا الكاميرات أقرب أثناء القتال وتقريبها بحيث أن تزيد من الواقعية ورح يكون مقارب بشكل كبير أو مشابه للجزء الثاني من اللعبة، لكن ما كان في اختلاف وايد كبير عن النسخة المحسنة، فقط تقريب الكاميرات واللي هي تفاصيل حتى الأعداء لما تذبحهم سواء كانوا اللي هما الكليكرز أو الأعداء العاديين، وانت قاعد تذبحه لف الكاميرا عليه وشوف تفاصيل وردات الفعل بالويه جدا مقاربة حق الجزء الثاني. بعد ضافوا أنيميشن كامل لعملية تطوير الأسلحة بحيث أنه راح تشوفون المشهد كامل وهو ينظف السلاح ويحرك سلاحه وحتى يعدل عليه بنفس اللي هو موجود في الجزء الثاني. أما بالنسبة حق يدة التحكم اللي هي الدول سنس، طبعا أغلب حصريات جهاز البلاي ستيشن 5 تدعم خصائص هذه اليدة واللي هي الأدابتف تريجرز والهابتك فيدباك الخاص باليدة. نعم اللعبة طبقت هذه الخصائص بشكل جدا ممتاز، لكن كانت جدا أساسية وما عطتني تجربة أكثر أو حمستني أن أنا أكمل هذه اللعبة أو أشتري اللعبة علشان فقط خصائص يدة التحكم. فعندنا مثال اللي هو لما أنت تضرب بالسهم راح يكون في مقاومة بزر الـL2 مع الـR2، طبعا على حسب السلاح اللي يكون عندك راح تسمع الأصوات كلها موجودة في اليدة، وحتى لما يعيد يعبي الطلقات سواء كان في الشوتجن أو اللي هو المسدس العادي راح يكون في عندك هابتك فيدباك أو اهتزاز تحس بكل شيء، لكن ما كان بالتجربة اللي غيرت مفهوم اللعبة. الحين خلنا ننتقل على الأطوار الخاصة في الرسومات والدقة بلعبة The Last of Us Part 1 الريميك. راح يكون في طورين خاصين حق التصوير اللي هو الفيداليتي والبرفورمانس. طبعا الفيداليتي راح يعطيك دقة 4K الحقيقية اللي هي النيتف مع 40 إطار بالثانية ثابتة، لكن يعطيك تفاصيل أكثر ودقة أكثر في الرسومات. أما الطور الثاني اللي هو البرفورمانس مود راح يعطيك 60 إطار بالثانية ودقة 4K ديناميكية. طبعا اللي هو الفيداليتي مود ال 40 إطار بالثانية ودقة 4K الحقيقية يعتمد على حسب الشاشة اللي عندك أو التلفزيون إذا يدعم خاصية ال VRR طبعا علشان تشوفها بأدق التفاصيل، لكن للأمانة أنا ما حسيت إن في فرق وايد كبير في هذا الطورين، فأنا فضلت إن أنا ألعب اللعبة على البرفورمانس مود. للأمانة أنا جربت الطورين لكن كملت عليها بالبرفورمانس مود على حسب التلفزيون اللي أنت تمتلكه يدعم الخاصية هذه أو لا. لاحظت أن في هبوط بسيط في معدل الإطارات سواء في الطورين الفيداليتي أو البرفورمانس، خاصة بالأماكن المكتظة أو اللي يكون فيها انفجارات وحركة سريعة مفاجئة، لكنها ما أثرت على تجربتي بشكل كامل. مؤخرا قمنا نشوف الكثير من الاستديوهات تركز على إضافة أوبشن خاص أو نمط خاص في اللعبة اللي هو سهولة الوصول أو بالإنجليزي يكون اسمه الأكسسبيليتي حق اللعبة بالإعدادات، خاصة حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي يكون عندهم مثلا ضعف بالنظر أو أن يكون في عمى ألوان أو أيا يكن. لعبة The Last of Us الريميك الجزء الأول نجحت في وضع الأكسسبيليتي بشكل جدا ممتاز من كثر ما هم كانوا دقيقين، حتى في المشاهد السينمائية اللي ما فيها كلام أو اللقطة اللي ما فيها كلام يحط لك الناريتر أو القارئ الخاص بالشاشة يشرح لك شنو قاعد يصير بالضبط. مثلا احنا شفنا جول يحك ايده يقول لك ترى جول حاليا قاعد يحك ايده ولا هو متوتر أو حزين أو سعيد، هذه كلها موجودة. طبعا اللي هو الألوان بالشخصيات على حسب الشخص إذا ما قدر يشوف هذه الألوان وغيرها الكثير من الإعدادات. من الشغلات اللي ضافوها في الريميك الخاص بلعبة The Last of Us هو نمطين جدد اللي هما البيرمدث، راح تقدر تبتدي فيه من البداية. البيرمدث للأمانة يكون نوع من أنواع التحدي، مثلا أنت قاعد تلعب اللعبة من بدايتها تقدر تختار إذا مت لمرة واحدة يعيدك من بداية اللعبة أو يعيدك من الشابتر على حسب الإعدادات أنت شلون تغيرها. هذا النمط محطوط حق الناس اللي تبي تتحدى أكثر أو اللي بيكون اللعبة فيها تشالنج أكثر. أما النمط الثاني يتطلب عليك أنك أنت تخلص اللعبة أول شيء عشان يفتح لك اللي هو السبيدرن مود. للأمانة أنا حسيت أن هذا المود ما كان له داعي نهائيا، واضح من اسمه السبيدرن فقط راح يحط لك أنه هو الوقت يمشي من خلال لعبك سواء
كان حق قتال معين أو حق المرحلة. هذا إذا أنت كنت بتتحدى نفسك وتخلص اللعبة أو المرحلة بشكل أسرع. ما كان لداعي أن أنا يجبرني أخلص اللعبة من الأساس علشان تفتح لي سبيد رن مود، كونها إنها ريميك وهذه ثالث نسخة تنزل من اللعبة. وأيضا تم إضافة نمط اللي هو الجيم بلاي موديفايرز أو تعديل طريقة اللعب، وهذه الشغلات تقدر تشتري فيها أنت من الفلوس اللي موجودة باللعبة، سواء كان أشكال ولا سكنات أو أيا يكن، لكن ما كانت بذيك الأهمية الكبيرة في اللعبة. واللي قاعد يتساءل بالنسبة للغة العربية، طبعا اللعبة ما تدعم اللغة العربية سواء في الترجمة للقوائم أو النصوص أو حتى الدبلجة. إذا ما مريت بتجربة لعبة The Last of Us الأصلية، فهذا الريميك راح يكون التجربة الأمثل حقك من جميع النواحي بفضل خصائص جهاز البلاي ستيشن 5 ويدة التحكم الخاصة الدول سنس. لا يوجد تغيير جذري عن النسخة المحسنة السابقة تخلي اللاعب يعيد هذه التجربة، فقط إذا كنت أنت مهتم جدا بتفاصيل الرسومات. بالنهاية سعر $70 ما رح يرضي اللي لعب النسخة المحسنة مؤخرا، وننصح بانتظار تخفيضات عليها. هذه كانت مراجعتنا التقنية حق لعبة The Last of Us Part 1 الريميك على جهاز البلاي ستيشن 5. كتبوا لنا رايكم تحت بقسم الكومنتات، هل راح تدفعون $70 علشان تلعبون هذه اللعبة او لا؟ يعطيكم العافية على المتابعة، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، فما الله.